ثلاث سنين مرت على الثورة في اليمن، لكن ما كانتش كفاية علشان يسترد البلد استقراره ولا حفظت الوضع فيه على ما هو عليه. تفكك وصراعات سياسية وقبلية خلقت فراغ كبير اتسربت منه خلافات بين السلفيين والحوثيين، واستغلته الجماعات المتطرفة في جنوب الوطن لترسيخ نفوذها في اقليم اهله عايزين يستقلوا بيه، وده كله حول الازمة في اليمن اللي اسوأ صورها هو الصراع الطائفي. في خلفية الصورة ومع الفوضى الكبيرة في اليمن لسه في أزمة في تسمية رئيس الحكومة الجديد، وملامح مواجهة بالوكالة بين عواصم كبيرة في المنطقة على أرض اليمن، وقوة سياسية بتشتغل علشان تحقق مصالح أطراف تانية غير مصالح بلدها. التطورات السياسية في اليمن والشل الحكومي الحالي غير موازين القوة على الأرض بصراع امتد لمناطق حيوية بعد سيطرة الحوثيين على أجزاء من العاصمة وسعيهم للسيطرة على مضيق باب المندب اللي بيتحكم في التجارة بين ثلاث قارات، واللي ممكن يهدد مصالح دول كتير ويحول المنطقة إلى ساحة حرب دولية. اليمن النهاردة محتاجة استعادة هيبة الدولة ودعم جيش قوي يتم تشكيله بعقيدة وطنية، وتكون مهمته الأساسية مواجهة كل من يتطاول على أمنه وسلامته واستقراره. محمد يوسف، برنامج مساء الخير. بجدد التحية بحضراتكم، وزي ما شفتوا في التقرير عاوزين نعرف يا اخوانا ايه اللي بيحصل في اليمن، وعايزين نعرف ايه قصة الحوثيين اللي هناك واللي بيهددوا باغلاق مضيق باب المندب. اليمن السعيد اللي غنينا وتغنينا ليه. خلينا ندخل مباشرة في هذه الفقرة من خلال الترحيب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد ابن ثقاف الكاف، وهو باحث سياسي يمني. أهلا بحضرتك. عاوز أعرف من حضرتك إيه اللي بيحصل في اليمن مؤخرا، واللي تابعناه عمليات قتل مريعة حصل في الشوارع، عشرات الجثث طلعناها، إيه التطور الدرامي اللي حصل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول الموضوع، نحن نعاني في هذا العالم العربي الذي نعيش فيه من بعد الربيع العربي إلى تغلب نظام ما يسمى التطرف الديني أو الإسلام السياسي بكل أشكاله، سواء كانوا إخوان مسلمين، يعني مسلمين يعني كإضافة أنا كأخوان، أو كسلفية بأشكالها، أو جماعة داعش، أو القاعدة. طبعا هي كلها عبارة عن إنتاج واحد وتفريخ واحد. نعم. المؤسس الأول للأفغان العرب بإصداراته اللي بعدين نتجت لنا داعش مؤخرا هو الشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الأخوان المسلمين، وهو رئيس جامعة الإيمان في صنعاء، وهو عضو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح اليمني. هؤلاء يؤمنوا ابتداء بالعنف. الثورة اللي حصلت في أغسطس وبدت في إظهار صورتها في يوم 21 سبتمبر الذي تصدرها حركة أنصار الله اللي هم يسموا بالحوثيين، هي دخلت في صراع مع النظام الإخواني الذي يريد أخونة مؤسسات اليمن، أخونة الجيش. طبعا هو مش يريد، هو واقعا احنا التركيبة لا تعتقد انه شكل الدولة في اليمن او تركيبة الجيش مثل الجيش المصري او الجيش السوري، تركيبة تختلف، تركيبة تعتمد على قيادات فردية، على قيادات فردية. نعم. القيادات الفردية في أجنحة كانت تبع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أجنحة تبع الرئيس، يعني ما كانش في جيش قومي ينتمي للدولة، ليس مؤسسي.
ليس مؤسسي. ليس مؤسسي، هذا طبعا في الآونة الأخيرة أصبح هذا الشكل. الإخوان هم جزء من شركاء السلطة من السابق، هم الذي أوجدوا لنا القاعدة داخل اليمن. نعم. جابوهم من كل أصقاع الأرض وأشتات المعمورة، عملوا لهم معاهد خاصة بهذا التعليم، تعليم قطع الرؤوس، تعليم سفك الدماء، تعليم أيديولوجية العنف. طبعا الموضوع له جذور أعمق أيضا في التاريخ، لكن أنا مش عايز أدخل في أيام حسن البنا ومش يعني ارتباط اليمن بالتنظيمات الإرهابية هذه. لكن الواقع لا، الحوثي عندما دخل في صراع مع لجانه الشعبية ضد هذا التوجه وأسقط حكومتهم، والفار الجنرال علي محسن الأحمر الآن الذي هو الذراع العسكري الإخوان المسلمين في العالم، نعم، الذي يبايع المرشد العام في مصر، هذا الشخص عندما ننظر إليه وهذه القيادة التي تفرخ هذا الإجرام، فطبعا التفجير هو نتيجة لهذا. هؤلاء لا يتورعون، حيفجر مطعم، فجر ميدان، فجر شارع، فجر أي حد، يعني لا يتورع في ذلك. طبعا مبررات العنف كثيرة، لأن الأنفس التي تحوي على كم هائل من المرض التكفيري ضد المجتمعات تفعل أكثر من ذلك. طب خليني أتوقف وأعرف إيه التطور اللي حصل خلانا نشوف عشرات جثث القتلى من اليمنيين في الشوارع. إيه اللي حصل يعني في 48 ساعة اللي فاتت؟ انفجار قوي هو عامل حزام ناسف. طبعا الحوثيين هم دخلوا في اتفاقية شراكة، طبعا هل قد هذا؟ لا، أنا قصدي إيه التطور اللي أدى إلى هذا الإجرام؟ هذه يعني إيه أسباب تصاعد العنف بشكل كبير بهذا الشكل؟ لا، هو طبعا هي سابقة الموضوع اتفاقية السلم والمشاركة دي اللي حصلت بين القوى السياسية طبعا بما فيهم الأنصار الله الحوثيين، نعم، وحزب التجمع اليمني الإصلاح اللي هو الإخوان، وأحزاب اللقاء المشترك. احنا عندنا كم قوة كبيرة في اليمن؟ الحوثيين، الإخوان، الحراك الجنوبي، نعم، عندنا التجمع اليمني الإصلاح اللي هو الإخوان، طبعا في معاه أحزاب اللي هي اللقاء المشترك. بس عندنا كم قوة رئيسية عددا يعني؟ ثلاثة، نقول أربعة رئيسية. أربع قوة رئيسية. في حد قوة رئيسية هي الأولى يعني المسيطرة؟ الآن أصبح الحوثي هو متصدر. الحوثي هو المتصدر. متصدر. نعم. طبعا سابقا قبل هذه الثورة 21 سبتمبر، نعم، كان التجمع اليمني الإصلاح والإخوان المسلمين. طيب الحوثيين كان ولائهم وما نعلمه كان يمتد إلى دول الخليج الرئيسية. ما حصل. نعم. هم حركة زيدية. كلمني عنها وكيف نشأت وينتموا لإيه يعني؟ طبعا المذهب الزيدي في اليمن هو مذهب عريق. نعم. له أكثر من 1200 سنة. نعم. هو أحد المذاهب الشيعية. أحد المذاهب الشيعية، يعتبر في علم الفرق عند أهل السنة والجماعة أنه أقرب فرق الشيعة لأهل السنة. نعم. فالمذهب الزيدي يشكل طبعا كان في اليمن الشمالي يشكل تقريبا أكثر من 60% في اليمن الشمالي. نعم. في ظل الوحدة، الوحدة ما بين اليمنيين طبعا فوق 30% أو 35%، يعني سلسل المجتمع اليمني حوثيين. حوثي مش حوثي، زيديين. نعم. نشأ طبعا هم هذه حاضرة علمية صعدة، نعم، اللي هم منها حاضرة علمية وعريقة كانت في تدريس هذا المذهب. نشأت طبعا عندنا احنا تعايش، يعني لا يوجد موضوع الطائفية اصلا. انه هذا زي يعني الزيدية يصلوا في مساجد الشافعية والشافعية يصلوا، نعم، في مساجد الزيدية على كامل الوئام، نعم، ويتزاوجوا ويتعايشوا. لكن بعد بقى طبعا هذا دخول الفكر السلفي، نعم، ينشئ موضوع التطرف، انه يبتدي خلاص انت السنة والشيعة تقسيم المجتمع. وهذا ليست من السلوكيات كانت السائدة.
نرجع لموضوع اللي هو الحوثي. الحوثي كحركة أنشأها السيد حسين بدر الدين الحوثي في صعدة، كان يهتم بالشباب، له فكر يلتمس فيه القرآن، يعتبر أنه هو تجديدي في التفكير. طبعا رفع شعار اللي هو اللعنة على اليهود واللعنة على أمريكا وموت لإسرائيل. هذا استفز نظام علي عبد الله صالح، فجرد عليهم الحروب. طبعا نحن الشعب اليمني شعب مسلح، لا يقبل الشعب اليمني كله كذا يعني شعب مسلح، يعني الإحصائيات على أقل التقديرات أنه في اليمن أكثر من 50 مليون قطعة سلاح. 50 مليون قطعة سلاح، يعني مسلح زي الشعب الليبي كده. أي تقريبا يعني الشعب اللي متسلح دلوقتي يعني لكن انت طول عمره طول عمره. طيب انا بس هتوقف، هاخد مداخلة معايا على التليفون. سيد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي المعروف، مساء الفل. اهلا وسهلا محمد، كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا فندم ربنا يخليك. في تهديد حاصل من الحوثيين في اليمن بانهم بيهددوا باغلاق مضيق باب المندب، هل يمتلكون المقدرة العسكرية فعلا على تنفيذ هذا التهديد؟ ثم تقديرك وتحليلك من يقف مثل وراء هذا التهديد واللي بيصب ضد مصالح الدولة المصرية؟ لا هو التأكيد الإيران أو الإيرانيين هم وراء الحوثيين، ده شيء طبيعي يعني. الدولة الإيرانية سواء كان بالدعم العسكري أو الدعم السياسي أو الدعم المادي أو بالخبراء والعسكريين من الحرس الثوري الإيراني الذين يعني يعطونا التوجيه والإرشاد والخطط. وبالتالي الخوف ليس من الحوثيين فقط ولكن الحوثيين ومن وراءه. هل يمكن أن يطبع إيران في ذهنها موضوع المندب؟ بالتأكيد. ولكن هذا السؤال، هل العالم مكتوف الأيدي؟ العالم كله له مصلحة في أن تكون قناة السويس مفتوحة دون معوقات ودون سيطرة أحد من خارج القناة نفسها عليها. يعني باب المندب هو الباب الجنوبي، مدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبالتالي من يدخل قناة السويس لابد أن يعبر من باب المندب إيابا أو ذهابا. يعني ما فيش واحد هيعدي قناة السويس إلا لازم يخرج باب المندب أو يدخل باب المندب. نعم. وبالتالي العالم كله لن يرضى بسيطرة أحد على هذا المدخل أو المخرج إذا كان مدخلا أو مخرجا، وأن العالم يعني يجد أن إيران هي المسؤولة عن فتح الباب وقفله. طب إيه هدف إيران من ده؟ هل ضغط على مصر مثلا؟ لا ده كل ده وارد، النواحي السياسية واردة. نعم. لكن هل مصر ستقف برضه مكتوفة الأيدي؟ لا بالتأكيد. وهل مصر يعني ستقف مكتوفة الأيدي؟ ما دي أسئلة مطروحة يعني. لا طبعا مصر لن تقبل بهذا، والعالم ايضا تلجأ للعالم. عالم مصالحكم هتوقف بهذا الوضع، والعالم مش هيقف يتفرج برضه. طب هل يملك الحوثيين المقدره العسكريه لغلق مضيق باب المندب؟ يعني لوحدهم؟ لا لوحدهم لا. بإيران الغلق 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 يتم الغلق في حدود ساعه، عارف ممكن ساعة زمن واحدة، ساعة زمن يقدروا يغلقوا المضيق. طبعا طبعا ببساطة شديدة جدا. نعم. ترمي ألغام بحرية على أعماق مختلفة في المدخل بتاع البحر الأحمر، ادي القصة كلها. ففي ساعة واحدة يتم تفخيخ المية المياه الدولية فلا تستطيع سفينة أن تمر يعني مثلا، بأحد الحاجات يعني. طيب هل أنت شايف يعني هل انت شايف في اجراء مثلا اتخذته الدولة المصرية تجاه هذا التهديد؟ يعني احنا علمنا بالتهديد لكن لم نرى رد فعل الدولة المصرية. لا يعني يعني ليس بالضرورة ان يكون رد الفعل علني. نعم. لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده مش اختراع ولا ذرة، لا ده معروف تماما لدى السلطات المصرية. نعم. ومحسوب حسابه بدقة شديدة ومتابع ايضا متابعه دقيقه للغايه. نعم. وليس كل ما يعرف يقال.
نعم. وليس كل ما يتم اجراءه من اتخاذ من اجراءات تعلن. لكن انا بطمن حضرتك ان هذا الموضوع ليس غافلا عن الدولة المصرية ولا اجهزتها، وهذا الموضوع موضوع يعني محطوط على قائمة الاولويات والاهتمامات. طب خلينا ناخد تصريح بشكل تاني، ان الدولة المصرية لن تسمح بحدوث ذلك. انا ما بقدرش اتكلم باسم الدولة المصرية. لا ما انا عارف، بس والعالم ايضا لن يسمح بحدوث ذلك يعني. لكن انا بتكلم على باسمي الشخصي انا. انا وجهة نظري اؤكد ان مصر، يعني بالتاكيد من وجهة نظري انا وتحليلي الشخصي، ان مصر والعالم لن يقف مكتوف الايدي امام هذه المحاولات او التهديدات بالتاكيد يعني. لكن انت ترى قولا واحدا ان ايران هي الداعم للحوثيين في هذا الموضوع؟ بالتاكيد، وايران ترى ان وجود احتمال وجود دوله سنيه في شمال العراق او في منطقه داعش، ما تقوم بداعش، يستوجب من وجهه نظر ايران وجود دوله شيعيه اخرى في داخل المنطقه العربيه اللي هي اليمن الحوثي الحالي، او المحاولات تشييع اليمن ووجود سيطره حوثيه او من الحوثيين على اليمن الشمالي والجنوبي. ده بالتاكيد خطه ايرانيه عمل توازن في المنطقه من وجهه نظر ايران. سيد اللواء سامح سيف اليزر الخبير الاستراتيجي المعروف، بشكر حضرتك على مداخلتك للايضاح عما يجري في مضيق باب المندب، واعود لضيفي الكريم دكتور محمد ابن ثقاف الكاف الباحث السياسي اليمني، وعايز ارجع لحضرتك. هل يملك الحوثيين مقدره بانهم ينفذوا هذا التهديد؟ اولا هو التهديد ايه مصدره؟ نعم، مصدر التهديد ايه؟ يعني انت جبت احنا الان هننسج على المعلومه دي. نعم، المعلومه دي لا متداوله اعلاميا يعني هل من متحدثهم الاعلامي؟ لا، في وكاله اخبار اليمن هذا ممكن. شوف، هذا كلها ميكنه للعلم. نعم، الاعلام اليمني علي محسن الاحمر يسيطر كان على 70% من مؤسسات. جميل ان حضرتك تقول لنا ده. تمام، بس كدوله مصريه ما بتنفعش الامور تتاخد ده أنا معاه. يعني شو مصر، يعني امن الدول ما بيتاخدش بالخفه او يتقال لك ده ولا تسريح. انت الان تقول لي تهديد، لابد الاستراتيجي حيضع امام نصب عينه حتى لو كان بنسبه 1%. نعم، ما فيش هزار في امن في القوم. امن الدول هذا امن دوله العالم، ده امن العالم، الكره الارضيه. هنا انا عايز، هو مصدر التهديد ايه؟ هو عندهم متحدث رسمي وعندهم قيادة، هل صدر منهم التهديد ده؟ أما التسريبات اللي إحنا فيها هذه كلها عندهم ميكنة إخوانية لبث الكلام. طيب، 3000 كذبة في الثانية. يعني ما لا أنا من هنا، من ما هو دور حضرتك إيه؟ تقول لي القوة الفعلية للحوثيين. أنت بتقول لي أنا عندي 50 مليون قطعة سلاح في اليمن. نعم، عدد سكان اليمن كم مليون؟ 20 مليون. 20 مليون، يعني انت مدي متوسط 3 قطع. 3 قطع، يعني انا معايا 3 قطع اسلحه كمواطن يمن. اي طيب. الان طبعا هو معاه يعني هو خاض 6 حروب ضخمه. نعم، مع الجيش. نعم، ودخلت في الحرب السادسه، دخلت السعوديه. نعم، الموضوع الحوثيين. الحوثيين نعم دخلوا في مغانم وتمددوا بشكل كبير. كجانب عسكري، موضوع الان ايران مدى ايضا دعمها ليهم بحكم انت حتمسك انه شيعه او حاجه او في تنسيق. نعم، بينهم او تدريب وارد. يعني لا ننفي، مش شرط علشان شيعه بس هو تقارب المصالح. نجي لموضوع باب المندب. نعم، باب المندب ايران احد 3 دول عملت مناورات بحريه في خليج عدن وباب المندب، يعني من البحريه الانجليزيه. نعم، والبحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية، هذه 3 دول عملت في مساحة كبيرة جدا ما بين المضيقين من هرمز إلى باب المندب. هذه تعتبر من المناورات الضخمة، هم عملوها في 2012. نعم، طبعا موضوع القرصنة هم شركة مع أمريكا، إيران شريكة مع أمريكا في تأمين المضيق. نعم، الآن تسمع سيرة القرصنة والصوماليين. لا اختفت. اللي ماسك البحرية الإيرانية تلف، لا يستطيع الحوثي بامكانياته اللي احنا نعرفها. ما احنا قلنا وراء ايران
يعني. إيران هي أيضا مش معقول أنها تلغم باب المندب لأنه مصالحها في التجارة الدولية في مرور. يعني أنت ترى تهديد لا يرقى إلى الواقع؟ لا يعني هذا موضوع يعني نستخف بالعقول إذا قلنا بهذا الشيء. نعم. لأنه هذا عصب الدنيا. أنت باب المندب هو يربط أهم مرمائي في العالم، يمر شمال الكرة الأرضية بجنوبها وشرقها بغربها. الموضوع مش سهل انه في دولة تقفل، وهذا في حروب ضخمة للعلم ان البحرية المصرية قفلت باب المندب ده في 73. نعم انا قصدي ده في الحروب السابقة. يعني البحرية المصرية نزلت في مضايق باب المندب، في أرخبيلات باب المندب، سيطرة كاملة قفلت. طبعا هذا المصلحة الأمن القومي المصري والمصلحة المعركة. أنت الآن هل يشكل خطر عليك في مصر حركات هذا داعش والأخوان المسلمين ولا ما يشكلوا عليك خطر؟ لا بيشكلوا، شكلوا خطر. قلب هذه التنظيمات هي اليمن. الحوثي هو يقطع اليد هذه الموجودة. الحوثي يقطع يد التنظيمات هذه الموجودة في اليمن التي هي خطر. أنا يحضرني في هذا الموضوع حصلت مقابلة مع محمد عبد السلام اللي هو المتحدث الرسمي لأنصار الله. نعم. في جريدة اليوم السابع. قال لا يستطيع أن يحمي الأمن القومي العربي إلا مصر. قال له إيران، قال إحنا ما لناش علاقة بإيران، إيران ليست من إقليمنا وليست من قوميتنا، إيران لها مصالح وستلعب. طب إيران، إيران موجودة داخل اليمن من خلال دعم يعني الحوثيين إيران كان لها وجود حتى مستشفيات داخل اليمن. نعم. لها مستشفيات ولها نشاطات موجودة، قد يكون لها عمل يعني البعد السياسي بالنسبة لإيران في المنطقة قائم. طيب هل ده يعني ده يجرني لسؤال، هل لو قام اشتباك مثلا او معركه فاصله ما بين القاعده والحوثيين في اليمن من ينتصر؟ المعارك شغاله. لا اذا قامت معركه الفاصله بقى فيش يعني فاصله يفصل يعني فيه. هنستمر بهذا الشكل في اليمن؟ لا هو طبعا هم مسكوا الرؤوس. نعم. هذا يعتبر نصر للحوثي بل نصر للامه العربيه يعني. الا وهو ضرب رؤوس الفتنه للجماعات الارهابيه في العالم. نعم. اللي موجوده في اليمن لانهم متمركزين على راسهم علي محسن الاحمر. نعم. وجماعه الزنداني راس كبير. الان طبعا حيبتدوا الاذناب. نعم. زي ما بيحصل لك هنا اللي انت تشوفه. نعم. ياتي لك يضرب في ناحيه ويعمل تفجير يعني حركات بلهاء هم اعتادوا عليها، حركات الجبناء هذه. لكن واقعا هو اذا دخلوا في معركه مباشره حرب هم ليسوا اهل قتال الدواعش والجماعات دي، هذا للغدر يعني يعمل عمل الغادر. طب ليه الحوثيين رفضوا رئيس الوزراء الجديد احمد؟ هذا بناء على اتفاقيتهم الموجود. نعم. احمد مبارك هم يقول لك احنا رافضينه اصلا من الاول، وحسوا بوجود امريكي في الاتفاقيه. نعم. ان هو اللي فرضته امريكا. طب هل افهم من كلامك ان معظم القوى الدولية؟ انا طبعا لا اشكك لا في وطنية الدكتور مبارك ولا وطنية رئيس الجمهورية. طيب هل اللي انا فهمه من كلام حضرتك ان معظم القوى العظمى بتلعب في اليمن؟ امريكا، ايران، دول اي دولة ممكن تلعب في اليمن. والان يعني يجب ان مصر تستعيد دورها في اليمن كما كانت. لان مصر الان لا نجدها في اليمن، مع انها هي الحاضن اصل للجمهورية والنظام الجمهوري. نعم. مصر هي اللي اسست الجيش المصري الجيش اليمني النظامي. نعم. مصر يعود لها فضل كبير جدا على اليمن. ترى ده لماذا مصر لا تحتضن الحوثي بدل ما يروح تستفيد منه ايران او تستفيد منه قوة اخرى؟ اللي هي فكرة ان تدخل الدولة المصرية بقى طبعا ويبقى لها دور. طبعا لا شك. مصر ام العرب. يعني لا نستطيع نحن من يغفل دور مصر وهي الحارس الأمين على الأمن القومي العربي، وهذا ما يسلط عليه الضوء الرئيس السيسي في موضوع مصر هي الحامية الحارس. طبعا هي الآن مصر مشكلة تحيط بها المخاطر يعني السودان وليبيا وغزة يعني أول مرة في تاريخها تكون بهذا الشكل. يعني اليمن
هذا انت حمل عنك حمل كبير جدا. يجب في هذه الحالة هي مصر يجب أن تستعيد دورها في اليمن. أما موضوع باب المندب أن يغلق ما معش حد حيسمح ولا خلينا ضم صوتك وأخذ من الباحث السياسي اليمني دكتور محمد بن ثقاف الكاف ما يقوله بأن بعد أن هدأت الأمور نسبيا ولو نسبيا حتى في مصر على مصر أن تستعيد دورها في هذه المنطقة المهمة وحتى يعود اليمن السعيد إلى اسمه. أنا بشكر حضرتك الدكتور محمد بن ثقاف الكافي الباحث السياسي اليمني على هذا الإيضاح فيما يتعلق بالحوثيين وتهديدهم بغلق باب المندب. بعد الفاصل حجاجوفيتش الرحالة المصري الشهير. Thank you.